تنضم مصر رسميا غدا لتجمع دول بريكس، حيث يضم التجمع 11 دولة كبرى على رأسها الصين، روسيا، الهند، برازيل، جنوب أفريقيا، يستحوذ على 25% من صادرات العالم. تعد بريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، ذلك نظرا للثقل الاقتصادي لدوله. في 24 من أغسطس من هذا العام جاء إعلان انضمام مصر لأحد أقوى التكتلات الاقتصادية في العالم بريكس. الإعلان جاء خلال قمة تجمع بريكس الأخيرة والتي عقدت في جنوب أفريقيا. فاعتباراً من الأول من يناير المقبل تصبح مصر عضواً بشكل رسمي في تجمع بريكس، في خطوة تعد شهادة ثقة في قدرة مصر وفي اقتصادها وتأكيداً لثقلها على المستوى الدولي والإقليمي. بالنظر إلى التجمع وإنجازاته، فإن بريكس أصبح أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظراً للثقل الاقتصادي لدوله في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، بما يجعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالمي، إذ شكل مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في بريكس نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022، أي ما نسبته 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والذي يبلغ نحو 101 تريليون دولار في عام 2022. تجمع بريكس بجانب اتساع المساحة الجغرافية لدوله والتي تشكل مجتمعة نحو 26% من مساحة العالم، يمتلك أيضاً نحو 40.9% من إجمالي تعداد سكان العالم بإجمالي 3.25 مليار نسمة من الإجمالي العالمي الذي يبلغ نحو 7.95 مليار نسمة خلال عام 2022، بما يجعلها سوقاً عالمية هائلة من حيث قوة العمل والإنتاج ومن حيث التوزيع والاستهلاك. إذن ماذا ستستفيد مصر من الانضمام لبريكس؟ التكتل يستهدف تقليل التعاملات البينية بالدولار، وهو ما سيخفف الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية. فضلاً عن أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل بريكس سيمنح فرصاً للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، خاصة مشروعات البنية التحتية. لا شك أن انضمام مصر لبريكس تحمل العديد من الأبعاد، كما يعد أيضاً تأكيداً على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر والدول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.